احنا ملينا من المماطله نتاع الحكومات المتعاقبه، سبع حكومات ما عملوا لناش حل في اولادنا. مش صحيح كاتب الدوله الهجره اللي يقول قاعد نقبل فيهم وقاعد نعطي فيهم في الجديد. احنا حتى واحد ما قبلنا، اخر لقاء كان مع طيب البكوش بعد زوز حكومات ما فما حتى جديد. اللجنه ما اجتمعتش بينا وما اعطتنا حتى حاجه، قالوا لنا باش نعملوا ندوه صحفيه وما عملوناش. احنا اليوم برعايه المنتدى الاقتصادي والاجتماعي قررنا باش نعملوا الوقفه هذه. احنا اليوم ماناش مروحين حتى نعرفوا حقيقه اولادنا، مستعدين باش نتقبلوها كما هي. فما هما توا كل مره يقولوا فما جديد، فما اسامي جات، اما ما عطاونا حتى شيء لا هنا ولا العائلات اللي في ايطاليا، ما جانا حتى شيء. تطورت انا حكايه الملف انه تحل، اللي عنا عام التالي انها اللجنه انها قاعده تخدم بوريان، ما سمعنا حتى شيء. اخر مره انهم هزوا 136 عديان ما لقوش في الموطا، زادوا عودون في البرشك الكبير لاديان، وهنا ما ثمش منها الحكايه. عندها جمعه من اللي تحل الملف وكها، يعني 4 سنين، تصور انت 4 سنين ما عملوا حتى شيء، ما وصلناش حتى النتيجه. احنا الاولياء نجيبوا الاخبار، احنا نجيبوا في الاخبار ان اولادنا شنيا في ايطاليا غاديكا. احنا نطلبوا معناها من الدوله، ومن رانا اولاد الوطن، رانا كبدنا شعلت، رانا فينا. انا اللي نكلم فيك عاد تمشي بعكاز، تمشي بحرب، شو بتاع العصاب، راني فهمتي فنيت وما عادش فيا، فهمتي 4 سنوات وانا نعاني وقاسي وهموم الله، فهمتي يعلم بنا ربي. ولذا يعطونا فهمتي معناها اولادنا، يا هل ترى كانوا ماتوا الله يرحمهم يجيبوهم، حاجة ربي كانوا محيين فهمتي، يعلمونا على الاقل يبشرونا راهم حيين، يعدوهم لنا يكلمونا سواء عن طريق التلفزيون سواء عن طريق الواحد، معناها المهم على الاقل فهمتي نشعر بهم حيين.